السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض آخر وحدة من منهج الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 من كتاب المعاصر. بننزل الشرح من كتاب المعاصر من كتاب بيتبابيت. هنحل مع بعض كتاب الامتحانات الخاص بالمعاصر امتحانات بيتبابيت وأهم المراجعات. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض. يونت 6 الوحدة السادسة تيكينج كير الاعتناء أو الاهتمام الشخصي. دي آخر وحدة من وحدات المنهج. نبدأ بالشرح من كتاب المعاصر بيج 201 صفحة 201. ليسون 1 الدرس الأول Let's make candles. هيا نصنع الشموع. Let's make candles. Let's make candles. كيف vocabulary كلمات مفتاحية. بوب سيكل ستيكس. بوب سيكل ستيكس لأعواد الآيس كريم أو المصاصة. بوب سيكل ستيكس. دروبس أوف أويل. دروبس أوف أويل قطرات زيت. واكس 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 شمع خام. واكس. بريس 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 يعني يضغط. ستير 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 يقلب. سكويز 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 يعصر. سكويز. هيت 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 يسخن. هيت هيت يسخن. اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه. ناتشورال 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 طبيعي. ويك 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 فتيل. ويك فتيل ده الخيط اللي حاجه شبه الخيط اللي بتحط جوه الشمع ودي اللي بنولع بنولعها مثلا بالولاعه او بالكبريت. instructions 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 تعليمات. glasses 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 أجواب زجاجية وممكن تبقى بمعنى نظارة. glasses. measurements measurements نقسم الكلمة المقاطع عشان نحفظها. measurements قياسات. بام ويكس بام ويكس لو شمع النخيل. package 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 حزمة أب أو عبوة. كوكر 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 موقد زي فرن كده صغير. كوكر. كونتينر 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 يعني إناء أو وعاء. شوجر 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 سكر. شوجر يعني إيه سكر. صب كريستالز صب كريستالز بلورات صابون. صب كريستالز. فلاور بيتلز فلاور بيتلز فلاور بيتلز بتلات الزهور. فلاورز بيتلز. كوانتيتيز 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 كميات. سولت 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 ملح. برفيوم اويل برفيوم اويل زيت عطري. برفيوم اويل. انجريدينتس لاحظ ان التي ما نطقناهاش في بعض الكلمات. لو لقيت الكلمه بتنتهي بثلاث حروف ساكنه بينهم حرف التي يعني ده ساكن وده ساكن وده ساكن. حرف التي لا ينطق لسهوله النطق. انجريدينتس مكونات. وودن سبون وودن سبون وودن سبون ملعقة خشبية. كوتن روب كوتن روب كوتن روب يعني حبل من القطن. حبل ايه من القطن. هنا جايب لي معلومة. Did you know هل كنت تعلم when you brush your hair لما بتسرح شعرك it spreads the natural oils from your skin فينشر الزيوت منين من جلدك. through your hair خلال ايه شعرك. from the roots to the ends من بشرتك خلال شعرك من الجذور للأطراف. this protects your hair ده بيحمي شعرك. from heat من الحرارة and dirt والأتربة. and makes it look shiny and healthy وبيخليه لامع وصحي. يبقى لازم نسرح شعرنا. نسرح ايه شعرنا. page 202 صفحة 202. conjugation of verbs تصريف الافعال. في regular verbs افعال منتظمه في irregular verbs افعال غير منتظمه. الافعال المنتظمه عشان احولها من مضارع لماضي بحط لها مقطع ثابت. طب الغير منتظمه بيتغير شكلها. stir stirred stir stirred add added add added brush brushed هنا حط لها اي دي ساعات بحط لها دي لو اخرها ايه ساعات لو واي قبلها ساكن احولها لاي دي. مقطع ثابت. طب الشاذ تحفظ كما هي. تيك توك تيك توك هولد هيلد هولد هيلد
hold, held. Important expressions and propositions. تعبيرات وحروف جر مهمة. Press on, press on, press on. يضغط على. Take off the cooker. يعني يرفع من على الموقد. شيله يعني. Take off the cooker. Take off the cooker. Smell lovely. Smell lovely. Smell lovely. رائحتها طيبة. Hold up. Hold up. يمسك أو يسند. Look for. Look for. يعني يبحث عن. On the tops of. على قمم. On the tops of. Read them out. Read them out. يقرأهم بصوت عالي. Read them out. Listening and reading. استماع وقراءة. Listen and read. استمع واقرأ. مهم جدا نركز ونسمع واقول وتقول ورايا عشان تعرفوا تنطقوا صح وتفهموا الفكرة. هاي ليلى. اهلا يا ليلى. I love making things. احب صنع الاشياء. Why don't we make something new? لماذا لا نصنع شيء جديد؟ That's a great idea. فكرة رائعة. Do you have something in mind? عندك شيء في ذهنك؟ لا. I have some perfume oil. عندي بعض الزيت العطري. We can use it to make candles. ممكن نستخدمه عشان نعمل شموع. لا. Candles. شموع. واو. ياه. رائع. I love it. أنا حبيت الفكرة. أنا حبيت إيه الفكرة. Here are the instructions. هنا التعليمات. Can you read them out to me? ممكن تقريهم ليا. قد لها. Right. حسنا. First. أولا. We need some wax. محتاجين بعض الشمع. We need some wax. محتاجين بعض الشمع. Here it is. تفضلي. It's palm wax from Egyptian palm trees. هو شمع النخيل من أشجار النخيل المصري. It makes really nice candles. هي بتصنع شمع جميل. How much do we need? قد ايه الكمية اللي احنا بنحتاجها. How much do we need? Page 203. صفحة 203. ونكمل. It says. بتقول الوصفة. وصفة عمل الشمع. Use 450 grams. استخدم 450 جرام of wax من الشمع الخام. To make 3 candles. عشان تعمل 3 شمعات. Okay. There is about 500 grams here. هنا عندنا 500 جرام. That's enough. ده كفاية. What's next? نعمل بعد كده ايه؟ We need some perfume oil. عايزين بعض الزيت العطري. زي العطور كده. زيت عطور. لا. Here اتفضلي. These are little bottles of lemon oil. هنا في زجاجات صغيرة من زيت الليمون. They smell lovely. ريحتهم جميلة. How much do we need? قد ايه بنحتاج؟ The instructions say. التعليمات بتقول. Squeeze in about 40 drops of oil. أعصر اللي معاك في حوالي 40 نقطة زيت. 40 قطرة زيت. لا. فاين. جميل. And we can take about 15 flowers. ممكن ناخد 15 زهرة. And press them. ونضغطهم on the tops of the candles. على أعلى الشموع. لا. Yes. Good idea. فكرة جيدة. Then we need one glass for each candle. محتاجين كوباية لكل شمعة. And one wick. وفتيل واحد اللي هو الخيط اللي بيتحط جوه الشمع ده. That's the little cotton rope inside the candle. ايه هو الفتيل ده؟ اللي هو حبل قطني قليل داخل الشمعة. Oh yes. And we need some pop cycle sticks. محتاجين ايه؟ بعض الأعواد الخشبية. To hold the wicks up in the glasses. عشان نثبت الشمع في الأكواب الزجاجية. لا. So that's 3 glasses. هنا في 3 كوبايات. 3 wicks. وتلات فتايل. And 3 pop cycle sticks. وتلات أعواد ايه؟ مصاصة. أو أعواد اللي هي اللي موجودة في الآيس كريم مثلا. Right. صحيح. لا. Now what do we need to do first? محتاجين نعمل دلوقتي. لا. Let's see. هيا نرى. Step 1. الخطوة الأولى. Heat the wax to melt it. سخن الشمع عشان يذوب. عشان إيه؟ يذوب.
زين ستير ات ويل، قال لي بيه كويس. ستير ات ويل قال لي بيه ايه كويس. تو ميك نقط كاندلز يوز 450 جرامز، يبقى تو ميك 3 كاندلز عشان تعمل 3 شمعات طبقا لنص الاستماع استخدم 450 جرام من الشمع. نقط از ليتل كوتون روب، الحبل القطني القليل داخل الشمعه. ايه هو؟ ويك، اللي هو الفتيل بمعنى اصح. بيج 204 صفحه 204. When you listen for quantities، لما تستمع الى الكميات. Remember to listen، تذكر ان تستمع. Look for numbers، ابحث عن الارقام. And words، والكلمات. About measurements، عن ايه؟ القياسات او حول القياسات. For example، على سبيل المثال هنا جايب لي كيلو جرامز، ده كيلو جرام، جرامز ده جرامات، ليترز ده لترات، ملي ليترز. هنا عايز يقول لي ايه؟ هنا يقول لي في حاجات بوزنها بالكيلو، اوكي، في حاجات بوزنها بالجرام، في حاجات بوزنها باللتر، في حاجات بوزنها او بعرف بالملي لتر. في سبونز ملاعق، في باكجز عبوات، في كانز علب صفيح. طبعا الجرام والكيلو جرام، ممكن الجرام ده لو بقيس مثلا ذهب، وزن ذهب، كيلو جرام مثلا عايز كيلو جرام مثلا كيلو رز. اللتر والملي لتر دي بتكلم عليه على السوائل زي الميه. هنا بعد كده بيقول لي read and learn، اقرأ وتعلم. to make soap you need، عشان تعمل الصابون تحتاج ايه؟ salt ملح، water مياه، soap crystals بلورات الصابون، بلورات الصابون، oil زيت، perfume oil زيت عطري، flower petals بتلات الزهور، flowers petals. the instructions for making soap، تعليمات عمل الصابون او تعليمات صنع الصابون. تعال نشوف كده التعليمات، جايب لي 6 تعليمات. اول حاجه put the ingredients for your soap in a bowl، حط مكونات الصابون في اناء او في وعاء. heat the ingredients on a cooker، سخن المكونات على البوتاجاز الصغير ده. next stir the ingredients with a wooden spoon، قلب المكونات بملعقه خشبيه. take the ingredients of the cooker، of the cooker، ارفع المكونات من على الموقد او على الفرن الصغير او على البوتاجاز ده. when the ingredients are hard and cool، لما المكونات تبقى بارده وصلبه. برزم اضغطهم into a soap container، في وعاء خاص بالصابون. you can add flower petals، ممكن تحط بتلات الزهور. to make the soap look and smell lovely، عشان تخلي الصابون ايه؟ راح ريحته جميله وشكله ايه؟ جميل. ونحل مع بعض general exercises، تدريبات عامه on lesson 1 على الدرس الاول. page 205 صفحه 205. السؤال الاول listen and write، استمع واكتب. تي لو الجمله ترو اور اف لو الجمله فولس، تي لو الجمله صح اور اف لو الجمله غلط. نسمع ونحل. طبعا السؤال ده اتغير بقى استماع ولكنه اختياري، يعني اسمع واختار، لكن هنحل طبعا الاسئله اللي فاضله في الكتاب عادي. long ago people depended on the sun to get light but they needed to find other sources of light when the sun would go down. burning fuels like wood or oil was the only way to produce light before electricity. The first candles were made by the ancient Egyptians. The first candles with wicks were developed by the Romans. يبقى ترو ترو فولس فولس تبقى لنص الاستماع، وبعد كده هيبقى اسئله الاستماع. استمع واختار الاجابه. السؤال الثاني قطعه ناقصه كلمات او محادثه ناقصه كلمات، نحط الكلمه المناسبه في المكان المناسب. روب ويك كاندلز بوتلز انستراكشنز، روب يعني حبل، ويك يعني فتيل، كاندلز شمع، بوتلز زجاجات، انستراكشنز انستراكشنز تعليمات. علا ريهام وات ار يو دوينج ريهام، بتعملي ايه يا ريهام؟ اي ام ميكينج كاندلز، بعمل شمع. Can I help you make candles؟ ممكن أساعدك؟ هتلاقي يا شور، نعم بالتأكيد. Here are the instructions،
دي التعليمات اللي هي ممكن ايه تساعدنا. Here are the instructions. لا what do we need، بنحتاج ايه؟ wax perfume oil and the نقط and the wick. قالت لها what's the wick، ايه الويك؟ it's the little cotton rope، الفتيل هو حبل قطن صغير inside the candle، داخل الشمع. السؤال التالت، التوصيل طبعا سؤال اتلغى. This flower smells lovely. Heat the ingredients، سخن المكونات on the cooker. We need some perfume oil، محتاجين زيت عطري عشان نعمل candles. What are the instructions for making soap؟ How much wax in this in the recipe؟ كم كمية الشمع في الوصفة؟ السؤال الرابع، تشوز، اختار. He cut the knot of the flowers to use it، هو قطع ايه من الفلاورز عشان يستخدمها، يبقى beetles. A wick is a little cotton، الفتيل is a little cotton rope، هو حبل قطن قليل او صغير inside the candle، داخل الشمعة. Page 206، صفحة 206. نقط the wax to melt it، يبقى heat، سخن الشمع عشان تدوبه وبعد كده قلبه. فعل أمر يأتي أول الجملة بدون إضافات. Put little sugar، حط سكر قليل. In the tea، في الشاي. And stir it، وقلبه. He is looking at his book، هو بيبحث عن كتابه، يبقى for، look for، يبحث عن كتابه. But he can't find it، بس هو مش لاقيه. السؤال الخامس، reorder، رتب. We need some popsicle sticks، نحن بنحتاج some بعض popsicle sticks. How much wax do we need، كم كمية الشمع اللي احنا بنحتاجها؟ I think you need، أعتقد إن أنت بتحتاج. Some perfume. We can use، نستطيع أن نستخدم. We can use. We can use. perfume oil، زيت عطري. to make candles، عشان نعمل شمع. these flowers smell lovely، these flowers smell lovely، these flowers smell lovely. السؤال السادس، اكتب باراجراف من 60 كلمة على making candles، صنع الشمع. بنكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، وهنا مجموعة من الكلمات: wax شمع، perfume oil زيت عطري، wick فتيل، popsicle sticks عصيان البوبسيكل زي المصاصات أو الآيس كريم. نسيب مسافة في أول سطر، يبقى العنوان في نص سطر، بعد كده نسيب مسافة في أول سطر ونكتب التعليمات. هتلاقوه مجاب عنه في نهاية الكتاب، تكتبوا وتراجعوا، ولو في حاجه مش واضحه اكتبوا لنا في التعليقات، وقريبا ان شاء الله هننزل شرح الباراجراف والايميل والمدونه والمفكره والرساله النصيه. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.